على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بكم في يوم جديد وفقره جديده. موضوع فقرتنا النهارده موضوع مهم جدا جدا لكل السيدات والبنات. هي نسبه كبيره من السيدات والبنات بيصابوا بالاورام الليفيه. الاورام الليفيه دي ممكن تسبب تاخر الانجاب وممكن كمان تعمل مشاكل تانيه اكتر. طيب احنا هنا السؤال بتاعنا، كيف يتم التعامل مع الاورام الليفيه؟ لكن اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيف فقرتنا النهارده، وهو الاسم اللامع والاسم الكبير في مجال النساء والتوليد، هو الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه امراض النساء والتوليد، استشاري ودكتوراه امراض الذكوره والعقم، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، دبلومه في المناظير، وطبعا خبره اكثر من 35 سنه. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور محمد. طبعا احنا كلنا عارفين ان مستشفى الولايات العربية المتحدة من اكبر المستشفيات اللي قدرت ان هي تحقق نسب نجاح كبيرة جدا جدا في علاج مشاكل الاورام الليفية. ازاي بتقدروا تتعاملوا مع الاورام الليفية داخل المستشفى؟ اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الاورام الليفية ديت بتنتشر اكتر في السيدات اللي اتاخر عندهم الانجاب او انجبوا بدر وخلاص ووقفوا، فبتبقى النسبة توصل 30% من السيدات دولت بيجي لهم اورام اللي فيها. اورام اللي فيها ده قد تؤثر على حياه الست وقد لا يكون لها اي تاثير. اوكي. الحالات اللي مالهاش تاثير احنا هنقول نطمن الست ومفيش اي مشكله، ونسبه انها تتحول لاورام خبيثه معدومه تقريبا. يعني الست ما تخافش، اللي عندها اورام اللي فيها بتتابعه بس. اما الاورام اللي فيها اللي بتعمل مشاكل، نوعين من المشاكل. النوع الاول المهم اللي هو نزيف، دورة تيجي تقيلة غزيرة، تيجي دم في وسط الدورة. أوكي. أو بعد العلاقة الزوجية يحصل دم، الحاجات ديت لابد إن احنا نتعامل مع الأورام اللي فيها ونشيلها. بيبقى ليها أعراض معينة يا دكتور مش كده؟ ما احنا قلنا الأعراض اللي هي بقى تزود تعمل نزيف أيا كون أيا أنواعه، فديت لابد إن احنا نتعامل معاها ونشيلها. إن كان البولب بنشيله عن طريق المهبل، عملية بسيطة جدا. إن كان تحت بتاع الرحم بنشيله بالمنظار، إن كان في عضلة الرحم أو كبير أو متعدد لابد إن احنا نعمل فتح بطن. دي جزء خلاص. الحاجة التانية بقى ورم ليفي كبير نافخ البطن، الست مأنجبه وكل حاجة ومش عايزة إنجاب تاني، لكن أعمل لها تخش الحمام كتير، أعمل لها مشاكل في البول، أعمل مشاكل في دخول الحمام إمساك وكده. وبيعملها انيميا، دي برضه لابد ان احنا نتعامل معاها ونشيله جراحيا. النوع الثالث من الاورام اللي فيها موجوده على سطح الرحم، لا بتسبب نزيف ولا بتاثر على الانجاب، ديت مش حاجه ميته وخلاص، بتتعامل مع الست مش هتعملها اي مشاكل. تمام. بتبقى ادويه بس يا دكتور التعامل؟ في احيانا ادويه، احيانا ما فيش اي حاجه، متابعه بس. كل ست شهور تروح للدكتور تطمن. النوع المهم بقى اللي احنا بصدر الحلقه ديت اللي هو بيؤدي الى تاخر الحمل او فشل الحقن المجهري او اجهاض متكرر او نزيف ما قبل الولاده. الورم اللي في الست اللي عايزه تنجب الموجود في تحت بطانه الرحم او بولب لحميه داخل تجويف الرحم ديت لابد ان هو يشال، سواء بالمنظار اللي هو قريب من بطانه الرحم او بفتح البطن اللي هو في عضله الرحم، قريب من عضله الرحم. تمام. نيجي نوع تاني بقى، في اورام موجوده في عضله الرحم بس بعيده عن تجويف الرحم. ديت ما بين ولا ممكن تؤثر على العقم او الانجاب، وممكن تعمل ولاده مبكره او اجهاض. اوكي. ما بتيجي ست زي كده ولسنها صغير وكده بنحاول، وحجمه صغير بنحاول نمشي معها طبيعي، او حقن مجاري نعمله. لو فشل الحقن المجاري في حكايه فشله وست ما عندهاش حاجه خالص غير الورم ده، لابد ان انا اشيله لها. دي استراتيجيه، ده حاجه مهمه جدا، لان انا قبل ما اخش في العمليه لابد متاكد ان ما فيش عندي اي سبب ممكن اكتشفه يقلل نسبه او فرصه حدوث الحمل وما عالجهوش، لابد اعالجه الاول. منها بقى ان الورم ده عملت قبل كده وما نجحتش، يبقى لابد ان انا اعمله. تمام. هل بيتم استئصال الرحم يا دكتور؟ احنا عندنا هنا، انا شخصيا لا احبذ استئصال الرحم، وده العلم بيقول غير كده حقيقه. الرحم ده بالنسبه للست هي او لست ايا كان سنها، لما تيجي واحده سنها 60 سنه وتقول لها هنعمل لك استئصال رحم ما بتنامش طول الليل وبتزعل جدا. وانا البروتوكول بتاعي او استراتيجيتي اللي انا ماشي عليها فعلا ان لما تيجي الست انا اشيلها الورم اللي فيها بس، حتى ايا كان سنها، حتى العلم ما بيقولش كده فعلا، لكن الست بتبقى فرحانه جدا وبتعيش مع جوزها حياه طبيعيه
طبيعيه ومبسوطه ومفيش اي مشكله شلت الورم الليفي. لكن هناك بعض الحالات النادره قوي ان انا لابد ان انا استأصل الرحم اللي هي انا مش هقدر اشيل الاورام كلها. اوكي. في ديت حاله او انها خلاص هي مصممه تشيل الرحم وهنشيله عشان سقف البدن او مشاكل تانيه. انا مشكورك جدا يا دكتور، شكرا جزيلا، ان شاء الله هيكون معانا فقرات تانيه، لكن الاول هنروح نشوف التقرير ده، ويعني بكده تكون خلصت فقرتنا النهارده. كان معانا الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه امراض النساء والتوليد، استشاري ودكتوراه امراض الذكوره والعقم، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه. اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، بحفظ الله. مستشفى الولايات العربية المتحدة، مستشفى عالمية بعقول مصرية. دلوقتي احنا بنعمل عملية للسيدة سن كم سنة مرات؟ كم؟ 30 سنة. هي متزوجة بقالها كبير، بقالها سنتين ما حصلش حمل، قلت لها أنت عندك أورام ليفية عايزين نشيلها على طول بدون أي استعدادات علشان الوقت يسع. احنا عندنا هنا عملت كأني عملت منظار او شفت المبيض اللي هو اليمين. الدكتوره هبه بتقول ان هو في سي او، لا هو مش في سي او، هو في طاروط اهوت والبيضه طالعه هي هيحصل اباضه يعني تقريبا النهارده اليوم ال 12 من بدايه الدوره او 13. انا عندي هنا الانبوبه اليمين ممتازه لكن فيها تعرض شديد لا يسمح بحمل طبيعي مع انها سليمه وكل حاجه، بس التعرجات اللي انتم شايفينها دي شايفينها؟ سمعتي. هنا الرحم اخر الفندس او الرحم من فوق هو، وفي هنا ادي 1 2 3 4 5 بذور اللي هي سيت بذور للاورام اللي فيه، يعني لو ما عملهمش هيطلع لنا 5 اولاد. هذا رقم 6 ادي رقم 7. اهم حاجه فيهم اللي هو ده اللي هو داخل الرحم رقم 8، وفي رقم 9 سيكس برضه بزورها هي هو ده. لا كله كان باين في السونار، بس ده اللي كان باين داخل الرحم. هنبدا دلوقتي بالاسهل فين هتلم بعد رباعي. هو هنا كان في نقطة مهمة جدا. اتفضل يا دكتور. لما سألت الدكاترة هتفتحوا فين؟ أهم حاجة هتفتح فين؟ نعم. دي أهم حاجة في العملية. دي أهم حاجة. نعم. هتفتح فين بحيث انك ما تعملش اديشنز، ما تعملش تصاقات. انا شلت الورم الرئيسي وده كان اللي مأثر على الحل اكتر. باقي لي بقى كذا ورم اهو زي ما انتم شايفين. اللي هي الاحجام الصغيره دي اللي جنبه يا دكتور؟ اثنين اهمت. نعم. ده اللي هو بدانكيوريت فايبرويد اللي هو لو بيديكل. نعم. لو بيديكل يعني ايه يا محمد؟ بيديكل عنق. عنق. يعني ليه عنق صغير يعني. العملية دي كانت فيها نقطة انك انت زي ما انا قلت انك تفتح فين المكان اللي هتشيل استأصل منه الاورام اللي فيها اللي احنا عديناها دي كلها، وكان لابد تختار المكان بحيث المكان ده ما تفتحش اكتر من فتحة. حاجة تانية ما تعرضش المدام او الرحم او الانابيب او المبيض للساقات. حاجة تالتة ما تتعاملش كتير مع الانابيب مع المبيض مع البرتون، كتر التعامل فيه كتير واللمس كتير والحركه فيه كتير بيودي للالتصاقات. دي نقطه مهمه جدا انك انت كل البريتون اللي هو الغشاء المبطن للبطن هو حساس جدا جدا، اي حركه فيه بتؤدي للالتصاقات شديده وتعمل تؤدي الى عدم الانجاب او تاخر الانجاب، وبالتالي ده كانت نقطه مهمه جدا. الحاجه الثالثه وانت بتقفل كان زي ما الدكتوره هبه قالت انك انت تتجنب اوعى تقفل داخل تجويف الرحم لان الست كده ما عادش هتنجب باي وسيله. حاجه ثانيه ما تخليش الغرزه بتاعتك تقفل اي مدخل لاي انبوبه منهم، تبقى بعيد عن مدخل انبوبه داخل الرحم. حاجه ثالثه يبقى تقلل قوي من كميه الدم اللي نزل، واعتقد احنا الست ما نزلتش دم يذكر، وبيقفلوا هم البريتون دلوقتي وتدي للمريضه تقرير. ده مهم جدا، اي زميل يعمل عمليه او اي مريض يعمل عمليه لابد ياخد تقرير بايه اللي كان موجود، لان الست ديت لو انا ما اداتش تقرير واحد لزميل تاني عايز يعرف ايه اللي كان موجود في العمليه واتعملت ازاي واي طريقه. هل الست ديت ممكن محتاجه عمليه تانيه؟ هل في مشكله لو احتاجت عمليه؟ هل ممكن تحصل حمل طبيعي؟ لابد ان ادي كل المعلومات للمريضه بتاعتي، لان ما يصحش ان انا اجبر المريض انه يتعامل معايا انا بس. هو عمل عمليه بده يستفاد منها مش استفاد منها،
ان انا اللي اعرف بس وارمي عنه تقارير واخباه عنه، لا، لابد ابدلها تقارير بالحاله بحيث الحبه تروح لزميل تاني يوفر عليها انه هيعمل نفس الفحوصات اللي انا عملتها وهيعرف ايه عندها بالظبط وايه البروجنوز او مصير الحاله ايه. مستشفى الولايات العربيه المتحده، مستشفى عالميه بعقول مصريه.